أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الثامن. كونوا معي. لازلنا في قصيدة الحنين إلى ديار أهل، وبالطبع لابد أن نستذكر شرح هذه الأبيات، ومن ثم سننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل. يتحدث في الشاعر في هذه القصيدة عن ذكرياته وحنينه إلى ديار أهله، ويعبر فيها عن التصاقه بالأرض والمكان، يستعيد الماضي ويعود فيها إلى أيام الطفولة والصبا، ويذكر ملامح من تلك الأيام والذكريات، ولا سيما ذكرياته أيام والده، مع تأكيده على التراث وقيم الآباء والأجداد ومبادئهم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، منطلقا من تجربة واقعية بشكل يشبع الحياة في النص. دعونا نستذكر تحليل الأبيات. المقطع الأول: كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي، ورجع سربا من الذكريات، تحوم مثل الحساسين حولي، أبي في المضافة، والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقة بالمحبة، وهي على كل طرف نار تغلي، وصوت أبي الرحب يملأ قلبي طمأنينة، وهو يتضرع إلى الله حين يصلي. لاحظ معي عزيزي الطالب، هناك بعض المفردات كما تظهر أمامك: دندن غنى بصوت خافت، وهنا تستخدم للعود، القهوة البكر، القهوة التي تصنع لأول مرة في الصباح الباكر، يضرع يخشى. هنا هذا المقطع الأول، يحن الشاعر إلى منازل أهله في المكان المحبب والشخصية الأصيلة، يسترجع الإحساس بقيمة الحياة السابقة، ربط الحاضر بالماضي، صورة الأب في المضافة، يقدم قهوته الصافية التي تكون قد أعدت للزائرين بمحبة، صورته وهو يضرع إلى الله تعالى في صلاته، فيملأ قلب الابن بالطمأنينة. أبرز صورتين تتوهجان في ذهن الشاعر كلما استمع لدندنة العود، للموسيقى الشرقية الصافية. هذه الموسيقى تعيده إلى ذكرياته التي شبهها بسرب من الحساسين التي تحوم حوله، ويستدعيها شعوره بالنشوة والراحة إذ يستمع إلى الموسيقى التي تعجبه وتؤثر فيه، كما يستدعي هذا الشعور صوراً أخرى مفتقدة. في المقطع الثاني، هنا كما يظهر أمامكم العتيق القديم، شقاوتنا، مشاكستنا، غبطة هي تمني ما عند الآخرين دون تمني الزوال النعمة عنه، أي أننا نرى النعمة نقول اللهم أعطنا، ولكن لا نتمنى زوالها ممن أمامنا. هنا يبرز الأب في أبهى صوره عبر هذه الاستعادة: المضافة تتهيأ لاستقبال الضيوف، عند البوابة البيت يرحب بالجار مسرورا باستقباله، منشغلا عن شقاوة أبنائه. هذه إشارة إلى شقاوة الشاعر طفلا، هنا يؤكد على جمال الصورة، صورة القرية المفتقدة وإحساسه بخسارتها الفادحة. في هذا المقطع يتكئ الشاعر على بعض الألفاظ التي تدل على انتمائه إلى التقاليد الريفية، وهي الممر العتيق، سياج، رائحة الخبز، أيضا بوابة الدار. هذا المقطع إشارة إلى عادة عربية أصيلة، وهي حب الجار وإكرامه، كما هنا يعقد مقارنة بين حال في حياة والده ووفاته، كما يظهر الفرق عزيزي الطالب. في المقطع الثالث، وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب، المفردات: التعاليل، السهر، مشرعة مفتوحة، الندى هي كناية عن الكرم والجود، الخليل الصاحب. هنا عزيزي الطالب يشرح الشعر فيعود إلى موسيقى العود المؤثرة التي تنقله إلى القرية المفتقدة،
تعاليل المضافة المليئة بالدهجة والدهشة، قصص خيالية، سهر، شعر شعبي، والتي أثارت الشوق والحنين في تلك اللحظة التي يفتقدها الشاعر الآن ويحن إليها. وأيضا يبرز الأب مهيبا في عائلة متوحدة قوية، ويصف أعمامه بسرب من الصقور دلالة على شجاعتهم وإقدامهم، ويظهر قوة التأثير في هذه الصورة في نفس الشاعر أنه يعدها ساطعة مضيئة مقارنة بالحاضر المعتم، كأنما يهرب إلى جمالية الألفية أو من الحاضر وخلوه الآن، هو في الحاضر يخلو من هذه الألفة والمحبة والصفاء. أيضا يبدو أن الشاعر تأثر في تعبيره عن افتقاد القرية التي يبرز فيها الأب ساطعا قويا من تعبيره عن الإحساس بفقد الأب مجردا منها. هنا يسخر جماليات القصيدة التقليدية القديمة عبر أبهى ما فيها المقدمة الطليلية للتعبير عن إحساسه بفقد المكان الأليف، الحنين إلى الماضي الجميل الخالي من تعقيدات الحاضر وسوءاته، ذلك الماضي الذي يمثل قوة العائلة وهيبتها مقابل حاضر الخسارات والانهيارات والخيبات. كما تلاحظون، مهمة هذا الأسبوع هي كتابة رسالة. الرسالة فن من الفنون الأدبية تعبر عن مجال واقعي يحس به كل إنسان، ونشاط اجتماعي يمارسه كل فرد على اختلاف مستواهم الثقافي والاجتماعي، وهي متنوعة الأغراض، منها الرسائل الإخوانية الشخصية أو الديوانية الرسمية. ويجب أن تكون الرسالة الجيدة خالية من التكلف، بعيدة عن غرابة الألفاظ وركاكة الأسلوب، وخير الرسائل ما وفى بالغرض بلا قصر ولا طول، ويكتفي بالتعبير عما يريده الكاتب وإيضاح الهدف منها، ويشترط فيها البساطة في الألفاظ والمعاني والرشاقة في الأسلوب، والعناية بالإفصاح عن غرض الرسالة دون غموض أو إبهام، وتجنب تكرار الفكرة في الرسالة والإيجاز واستعمال الجمل القصيرة. هذا نموذج لرسالة شخصية. كما تلاحظ، أخي العزيز راشد، يسرني أن أبعث إليك هذه الرسالة ملؤها المحبة والشوق إليك. وبعد، أود أن أطمئنك يا أخي العزيز عن أمورنا هنا في الوطن، فهي كلها بخير والحمد لله، كما أن الأسرة والأهل جميعا بصحة جيدة وفي أحسن حال، ولا ينقصنا سوى الإطمئنان عليك والفرح بتفوقك ونيل مبتغاك والعودة بالشهادة الجامعية التي تغربت من أجلها. كما تلاحظ هنا عزيز الطالب، الرسالة الشخصية فيها الكثير من المشاعر والكثير من الأمور الشخصية التي يريد الأخ أن يوضحها لأخيه في هنا كما يظهر. لعلك أقدر مني على فهم طبيعة المرحلة التي تمر بها، وأنها تعد مفترق طرق بالنسبة إليك، فاحرص على بذل المزيد من الجهد في طلب العلم حتى تظفر بما سافرت من أجله، وتحقق طموحك وآمالك، وتدخل الفرحة والسعادة على قلوبنا، وتستطيع أن تخدم وطننا الغالي بعلمك ليسير قدما على طريق التقدم والازدهار. بعد ذلك لاحظ معي كيف كتب، وختاما هذه الكلمات توضح للقارئ أننا أوشكنا على إنهاء الرسالة. دائما تنتهي بدعوة أو بأمنية أو بشيء جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوك المحب عادل التاريخ. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الثامن. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.